الدرس الثاني، الأيض، نشاط واحد، الغطاء النباتي. عاد المهندس الزراعي جمال إلى بلدته الواقعة على أطراف مدينة جنين بعد غياب طويل أمضاه في الدراسة والعمل. فوجئ بالزحف العمراني على حساب سهول بلدته الخضراء، فآلمه نقصان المساحة الخضراء. فكر مع جمال في الإجابة عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، ما أثر نقصان المساحة الخضراء على البيئة الفلسطينية؟ التصحر، انجراف التربة، ارتفاع درجة الحرارة، نقص في الثروة الحيوانية، تدني مستوى المعيشة، حدوث ظاهرة الانحباس الحراري. السؤال الثاني، كيف يمكن زيادة الرقعة الخضراء في بلدته؟ التوسع الأفقي، باستصلاح الأراضي وعمل آبار تجميع لمياه الأمطار، وبناء السدود البسيطة وعمل حفر تجميع مياه الأمطار. التوسع العمودي، باتباع الدورات الزراعية والزراعة المائية والزراعة على شكل طبقات وعمل الدفيئات. السؤال الثالث، ما أثر نقص الغطاء النباتي على التنوع الحيوي؟ تكثر النباتات الصحراوية، تقل الثروة الحيوانية، تكثر الزواحف والحشرات، هجرة الكثير من الطيور. نشاط اثنان، فكر وأجب. يمثل المخطط المقابل نوعي التفاعلات التي تحدث في جسم الكائنات الحية. أدرس المخطط جيدا ثم أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، ماذا تستنتج من الشكل؟ استنتج أن هناك نوعين من العمليات الحيوية تحدث في خلايا الكائنات الحية، هما عملية البناء وعملية الهدم، ويطلق عليهما معا عمليات الأيض. السؤال الثاني، أي منهما تحتاج إلى طاقة وأي منهما تنتج طاقة؟ عمليات البناء تحتاج طاقة تنتجها عمليات الهدم، وعمليات الهدم تنتج طاقة تستهلكها عمليات البناء. السؤال الثالث، وضح التكامل بين هاتين العمليتين في جسم الإنسان. تعتمد على نواتج أخرى في تفاعلاتها، فالطاقة الناتجة عن عملية الهدم تستخدمها عمليات البناء في تحويل الجزيئات الصغيرة إلى جزيئات كبيرة، كما أن الجزيئات الكبيرة الناتجة عن عمليات البناء تستعملها عمليات الهدم لإنتاج طاقة. تحدث في أجسام الكائنات الحية مجموعة من التفاعلات الكيميائية الضرورية للتغذية والنمو وإنتاج الطاقة، حيث أن هناك تفاعلات يتم فيها تحويل مواد بسيطة إلى مواد معقدة، كما في عملية البناء الضوئي، حيث يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى كربوهيدرات، ويطلق عليها عملية البناء. وهناك تفاعلات أخرى يتم فيها تحطيم المواد المعقدة إلى مواد بسيطة، ويطلق عليها عملية الهدم. وقد أطلق العلماء على هذه التفاعلات بنوعيها البناء والهدم اسم الأيض. تستمد الكائنات الحية طاقتها من الطاقة المخزنة في المركبات العضوية، وذلك بتحطيم هذه المواد بوجود الأكسجين أو عدمه إلى مواد صغيرة، وتنتج طاقة تخزنها خلايا الجسم على شكل مركبات كيميائية يستفاد منها عند الحاجة. ومن هذه العمليات التنفس الذي يقسم إلى تنفس هوائي وتخمر. نشاط ثلاثة، التنفس الهوائي الخلوي. المواد والأدوات، كأس زجاجي حجم كبير عدد ثلاثة، وناقوس زجاجي كبير عدد اثنان، ونبتة مزروعة في وعاء، و150 ملي من ماء الجير، وقطعة قماش سوداء اللون. خطوات العمل، 1. ضع 50 ملي من ماء الجير في كل كأس. 2. ضع أحد الكؤوس قرب النبتة وغطهما معا بأحد الناقوسين، وغط الناقوس بقطعة القماش السوداء. 3. غط الكأس الثاني بالناقوس الثاني. 4. اترك الكأس الثالث معرضا للهواء. 5. بعد ساعة من الزمن، ازل الغطاء عن الناقوس الأول وسجل ملاحظاتك.
نلاحظ تعكر ماء الجير بدرجة أكبر في الكأس التي كانت مغطاة من التي كانت معرضة للضوء، حيث أن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس في النبتة المغطاة أكثر من تلك الناتجة عن عملية التنفس في النبتة المعرضة للضوء. ويعود هذا الفرق إلى أن أغلب ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس في خلايا النبتة المعرضة للضوء ثم استخدامه في عملية البناء الضوئي. السؤال السادس، فسر مشاهداتك. السؤال السابع، عبر عن عملية التنفس الهوائي بمعادلة لفظية بسيطة مبينا المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. غلوكوز زائد أكسجين يعطينا ثاني أكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة. يعد غاز ثاني أكسيد الكربون من مكونات الغلاف الجوي، ونسبة تواجده فيه 4% تقريبا، وتعد الكائنات الحية من المنتجات الرئيسة لهذا من المنتجات الرئيسة له من خلال عملية التنفس. فكر، نحرص على عدم وجود نباتات الزينة في غرف النوم. غرف النوم مغلقة، وبالتالي تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون على حساب نسبة الأكسجين نتيجة لاستهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التنفس، مما قد يسبب حالات ضيق التنفس للإنسان أو اختناق وربما الموت. نشاط 4، التخمر في خلايا الخميرة. قالت سهى لمعلمتها إن والدتها تضع قليلا من السكر خلال تصنيعها لمخلى الخيار، ولتفسير ذلك طلبت المعلمة من سهى تنفيذ النشاط الآتي: المواد والأدوات، ملعقة صغيرة وأنابيب اختبار عدد 2، وقمع زجاجي صغير وبالون حجم وسط عدد 2، وحامل أنابيب، وملعقة خميرة محسنة ومحلول سكري. خطوات العمل: 1، ضع 5 ملي من المحلول السكري في كل أنبوب. 2، ضع الأنابيب في حامل الأنابيب. 3، ضع ملعقة صغيرة من الخميرة داخل بالون بواسطة القمع. 4، أسكب الخميرة داخل الأنبوب الأول مع ربط البالون بإحكام على فوهة الأنبوب. 5، أربط البالون الثاني بإحكام على فوهة الأنبوب الثاني. 6، أترك العينات في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريبا. 7، سجل مشاهداتك وفسرها. 8، اقترح على معلمك وسيلة للتأكد من أن هذا الغاز المتجمع في البالون هو ثاني أكسيد الكربون. بلطف وحذر شديدين نغلق فوهة البالون ونفكه عن الأنبوب، ثم نشعل عود ثقاب ونقربه من فوهة البالون ونسمع خروج الغاز تدريجيا، فنلاحظ أن العود ينطفئ دلالة على أن هذا الغاز هو ثاني أكسيد الكربون. أو نملأ كأسا زجاجيا بماء الجير ونغمر فوهة البالون في الماء، ثم نفتح الفوهة قليلا فنلاحظ تعكر ماء الجير. 9، عبر عن عملية التخمر في خلايا الخميرة بمعادلة لفظية. غلوكوز يعطينا أوثانول زائد ثاني أكسيد الكربون زائد طاقة. تعد الخميرة من الفطريات الرمية ويمكنها العيش في بيئة خالية من الأكسجين، فهي تستمد الطاقة اللازمة لعملياتها الحيوية من تخمر المواد العضوية. انبعاث روائح كريهة بين أشجار الغابات الكثيفة. تكون البيئة داخل الغابات الكثيفة مظلمة تقريبا والرطوبة عالية، وتربتها غنية بالمواد الغذائية، مما يوفر بيئة مناسبة لأنواع كثيرة من كائنات التخمر، والتي تنتج غازات كريهة مثل الميثان أو ثاني أكسيد الكبريت أو النشادر. للخميرة أهمية اقتصادية كبيرة في الصناعة، مثل صناعة المعجنات والكحول وإنتاج حمض الستريك والمضادات الحيوية. في مجال الغذاء، مادة غذائية للإنسان لأنها غنية بالفيتامينات والأملاح. في مجال البحوث العلمية وهندسة الجينات. نشاط 5،
التكامل بين النبات والحيوان والإنسان في عمليات الأيض والتغذية. لا يمكن لأي كائن حي العيش منفردا في البيئة، بل هناك عدد من أوجه التكامل بينه وبين مكونات البيئة الأخرى. تأمل الشكل الآتي ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه. 1- أذكر أمثلة على كائنات حية ذاتية التغذية وأخرى غير ذاتية التغذية. كائنات ذاتية التغذية مثل النبات والطحالب، كائنات غير ذاتية التغذية مثل الإنسان والحيوان والفطريات. 2- ما العمليات الحيوية المنتجة لكل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون الماء؟ منتجات الأكسجين والماء البناء الضوئي، منتجات الماء وثاني أكسيد الكربون التنفس. 3- ما أهمية ثاني أكسيد الكربون للنبات؟ تحصل النباتات على هذا الغاز من الجو عن طريق الثغور وتحوله إلى مركبات عضوية خلال عملية البناء الضوئي الذي تستخدمه غذاء لها، وتخزنه على شكل مواد عضوية تختلف من نبات لآخر، ويسبب الزيادة في كتلة النبات النمو. 4- ما دور فطر المشروم في هذه البيئة؟ يعتبر فطر المشروم من الكائنات الحية الرمية التي تحلل المواد العضوية ومخلفات الكائنات الحية إلى عناصرها الأساسية وتعيدها إلى التربة فتزداد خصوبتها. 5- اكتب طرق المحافظة على ثبات نسبة ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في البيئة: التنفس والبناء الضوئي والتخمر والزلازل والبراكين والحرائق والبرقن وبعض التفاعلات الكيميائية واحتراق الوقود. 6- وضح التكامل بين النبات والحيوان والإنسان والفطريات في عمليتي التغذية والأيض. تعتبر النباتات من منتجات الغذاء والأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي، وتستهلك الحيوانات وبعض الفطريات هذا الغذاء خلال تغذيتها، وتستهلك الأكسجين خلال تنفسها. تعتبر النباتات غذاء للإنسان والحيوان ومصدر للخشب والورق وألياف السليوز التي يستخدمه الإنسان في الصناعات المختلفة. النباتات والفطريات الطبية لمعالجة الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان. ناتج تنفس الحيوانات والإنسان والفطريات هو ثاني أكسيد الكربون، والذي تستخدمه النباتات في عملية البناء الضوئي. مخلفات وفضلات الحيوان والإنسان وغيرها من الكائنات الحية تتحلل إلى مواد بسيطة بواسطة كائنات التخمر ومنها الفطريات، مما تزيد من خصوبة التربة فتستفيد منها النباتات.